أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ضيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا وكبل أبنايا آيات الشنات سورة المائدة كمذا وعن سوى قارني عشر كاني بقول إيا أفرتن إيا سديدات أنغو أوكو دحجرنا سورة الشنات وقرآن كمذا سورة تنمرك وحوي سيدان هرد عشر هذين أنو كسوى مرني أحكام وحال الوشيق آيي أن سورة ذاها كلا أن الوشيق أو أنو كسوى مرني آيات حرمت عليكم الميتة أنو كسوى مرني هل قاس إنه قصام هني؟ مركا هذا إلهي سبحانه وتعالى وها إلهي ونليه وحي مركا سهذا الله صاح حرمي عشر كين نهرو حرمت عليكم ميتة أو عوية كوية طبان كهاي هذا مركا طبان أيا وحي هايين مدعو ماضي هايين وحلا عني هايين متك وود دمبي أو أن تستقسموا بالأزلام هاي أسونا غير مدعوم هاي أرنت مركا سيسوده حقشيو قيبت آيات مركز حجة الوداع سودك تيو إلهي سبحانه وتعالى دينتي كمال كيدي إلهي أو رسول كيس عليه الصلاة والسلام أوحيودي أو آدي آدنا مركز أصحابت أو فرحان إنك صور لشيغي أرنتاس مركز وحوي سيدنا أبو بكر وصديق إنه صن فرحين مركز سيد أبو بكر مركز ما فرحين علشان فهم كيس آدي آد وحيل ليراي وحاكل الله شيخي سيد عمر أسونا وحاوية إنو سنفرحين ووليب سيد عمر ويالي مركاسان أبو حوده محاكا وإنسينا مركاسو حوده هاي إذا تم شيء بدا نقص يوده شيء مركو تام نوضو نقصان تيسا باللابط مركاسونا أبو حوده خنبات شيخيسا آيات دان مركو حي نقو تقايبتان دمو وعشر كين قدام بيسي نبي عليه الصلاة والسلام نعيقيسي أما خبر جيريين تيسي أي مارتك هذه؟ مارك هذا وحال وريج نين يهودية؟ أي سيدنا عمر بن الخطاب سؤال ويدية مارك أسوء حول أمير المؤمنين أو آيات أو كتاب كينا كجرته؟ أنا جهدان يهودنا هاي أي نقصود دقيلة هذه؟ ما لنتس إذا كت لقال هيد؟ مارك أسوء سيد عمر وحول أو آيات دي؟ مارك أسوء اليوم أكملت لكم دينكم آيات أسوي؟ سيد عمر مارك أسوء حول وانو قرنا إن ما لنتي سودكتي؟ مكان كي كسود تأيان نقانا أو نبي عليه الصلاة والسلام نقول سود تجي وحين هذا رسولك عليه الصلاة والسلام يسقو تاجن عرفت تاجن مالين جمعان أيتها صلاة عصر كبعدنا أيتها إيه أم لين إن أنا نو قرآن كينه هي إيه مارت يا ميله كسود تجي هي إيه أنا أقون أنا أولهين مركا حالة الاضطرار مركا اعتماد أم بحالة الضرورة إلهي وحنا صاد هاي فمن الضر ولا إلهي قف كلو دبات جريه في مخمصة أي لأجل المخمصة قاجت درات ديها وعماشة كجت إلى أجل شيء مما حرم عليه
شيء إنه عنو أو وح هذا لقى حرمية أو ميتدي لقى صوب اللعبو إيه سيد أسكو عنا غير متجانف مد إيلنا غير كيس حال ويهي أو مركزي الدرار كيسا أياو وكذا شيء إيه مارتيا شيء مباح متجانف كنا وحوي إن الدرار كيس أو كذا شو دمبي أو كاس أم بنان إنه عنوي إمام هنا الشافعي وحوي دعوة إنه سفر كيس أو كعاصية سيد أدون كأبي قايو سيد كيس كرونته قاعد يعود طريق يوكله ناقش الناس يسدى هذي قف معنا مع صفراء قال له جدا ساسو له هذا مرك أو يهي غير متجانف الاسم ويقبن أنتهي فإن الله ألا غفور اللي هو ضعفه ويوحو عنود إلهي رحيم اللي هو نحريسنا وي إلهي سبحانه وتعالى وحو مرك يسوء عنه والله ضعفه إلهي سبحانه وتعالى ونحريس معايا حالة الدرار مركو قاري أي شيء يهرى أقحر حر حرمناي أي لوبني وهو على جودة فيباح اللهم ضدك سبحان الله بنينا أجل الميتة يبي يقدم به لكن هذا ماذا سيدي مالك وحوليه قف سفر كعاسية إيه قف ضايع فرق أمر الحياة مر بعد دي قف حالة الدرار وقار وبنانت قدر كلفت الكيس محاوي ولا سخ خلافه شافعي ذو حي قب مركاسي إلى أقع قبنا أنت هاي ما يسد الرمق وحلي رادو وحون وضنها سجوجية قف قاديق عجده خبطت ونهي صار واقعيه وحسد الرمق ليرادو إنه مركز أو كعنه أنت سوا قابصده لكن أي ماذا كلام تود ويكون خلافسهن ومشافعيه وعليهن مره دي حالة الدرار وقاري وحوا عنه كرا وأنا كدرقي كرا حتى أبو حنيف وحليه حتى واك ساد قاضة كرا لكن أي ماذا كلام وعليهن زادك أو كقاضن أيه أنت مركز وسليه ميل وحلالة أتكهليسه أنت ساك غفلا أيوك قاضة كرا مرك هذه شيء محرم كا أو ميت ذي وحاسو كله حالة الاضرار قفقة دو جارو ساس أو كعنه وأو بنانته أو بنانته مركز لكن هذه أي سكر تض أو عنه مركز الدقف حارن أبرير أيون نخنايا ما بنانا مركز قدر كان ساس على سوق خلافي أو مركز إلا قعنه كرو إلى يقول سبحانه وتعالى يسألونك وحي كاس وآل يا سيدك محمد كاهنو أيضا وحي كرت ميسا إلى يقول كيس حرمت عليكم ميتة عشر كأنه راه عير إلهي مركو محرماتك وعديه أي وحي كسؤالين حلاشي صورة سؤالنا وحي نقول إيسا ماذا أحل الله لنا إلهي محونو حلالي هذه أنت أنا لك حرمي معانو لو حلالي أنت عشر كين ورانك صومر وليو عالا شيء سنزولك آيادا سيد جبريل آيان النبي عليه السلام ويمدي إساقوك إذا ويدينا مركاسو نبو إدمي قلو إيسو سو قلي دي مركا سيد, سيد جبريل مركاسو نبو حول أيوانو كو إذا رسولك إلهي مركزه ها هوري لكن أنا جوري أي كجرا ما قال نولا رسولك عليه السلام لا ليه جوا أبا رافع أو صحابي هاي أيو أمر كسيه إيه مركزي مدينة جوورا إلا الله يو ما دام وحوي أي لباتك هنا يان سيد أبو سميالي أي جوور سودامي إلى مركز أوه يمادو أي ناقو إسكلا هذا هبر عجوسا أو مركز أكفر يو أقيلنا markaasuu say abartu u jacashay ayagu arkay markaas uu uga tagay asaguna xariisanaya nabiga uu tagay cali sallallahu alayhi wasallam markaasuu dhay wixii ay madiina joogo dhan waa soo laayay laakiin habarduqa ay u joogan arkay markaas aan una xariisay nabigu wuxuu amray hadana aygaas ka laftinkiisa abarta u jooga soo dilow dhan waa laabta markaasuu aygu soo diray rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam ay markaas u yimaadeen asxaabtu markaas ay waxay yiraahdeen ummadatan oo adna amarta inaan dilno maxaa nooga xalaala رسولك وكاء موسى عليه السلام مركاسا وحا سودغاي يسالونك ماذا احل لهم ايدا ساسودي رسولك عليه السلام مركا ايدا سودغتي وهو يدم مركاسي ايها او مركاسي انتفاع عليه اني كيسا كران او غورغا وارديها خولها الىلناي بيرت الىلناي لكن هو نبو ريب عليه السلام اي او ان نعفلهين ان لا اسك هيستو او وحبو تراي لا حديث صحيحين او ابو هريره لا وريا نبو هاو دحاي من امسك كلبا أي قفك هايسته فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراد أي قفك هايسته أجوه عمل كيسا مالك سهل قيرادا كنقصاناي روايتك اللبا قيرادي هذا إلا كلب حرس أو ماشية تنوره نبو أي قبارت إلى الله ينبح والله إلى الله يموي حديثك وحال لقاء هذا مركاسي أي قوم وحباء أنفعين أن قد غير النافع وي متك وحنفع غير كيس ديلة ديلو إياها إنا سنتهاي مثلا بعد إياه وحاجرة magaalada iska jooga oo meel walba gelaayo arada nijaaseynaya cid ku nacfaysay san jiray eeyahaas in la dilo oo meesha laga baabiyo ayaa sunnah
ولكن مركه وسن كلب العقور أهين أي دتك عناي وسن أهين لكن هدو كلب العقور يهي إلا الدل واجبين غني سامر واجب واه مركز أي قدو دتك عناي أو كلب العقور أو يهي إلا الدل واجب ويه لكن هدو كلب السوق أو يهي هو السوق ذي يجوا أو مركزي واحد نعفي أنا اللهين ما دام أي كين كران عذر رؤية جراثيم أي كين كران إن مركزي لقى ماشى لقى صفايا أو اللي دلوا أيالا صنايا لكن هدي أي نفع ليه هاي أو متك نبو أساس نوضي أو كلب حرسي وماشية تنيه أو يهاي أو قريقة أو إلالين أيو أو حري حوليه أو إلالين أيو دواعاد أو خدعين أيو يباها لها بيرت أو إلالين أيو مركزي كالانتواد وحاوي كمجره إلهي مركه وحوضه رسول كيسة يسألونك وحي كاسو آلا ينسيتك محمد كاهو ماذا ما الذي متك أحل لهم لو حلالي طعامك طعامك لفتر كيسة دو حوي هذا وحي لسو الشيقة آيات عشر كي نهره وحي آهين وحياه ومدعومات هي آهين مركه هذا وحا لصوك هوبي وحي محرم كاهي وحا غير محرم كاهو أبدينه مركه صورة إلهي وحي كاسو آلا ينوحي لو حلالي قل وحا أترى هذا أحل لكم وحي لذين حلالي الطيبات شيال قطيبك هو وناسنه معانته المستلذات الشرعية وي وحل هو معانس أو شرعية ووحي مركزي مثلا بتحريم كود أو نان كتاب نقصو نانين سنة نقصو نانين ساس وي مركز مركز الله وحود هاي وحل لكم محليين حلالي الطيبات شيال قطيبك وحي مدعوماتك هاي حق إيهينا وحود إلهي هي وما علمتم وسيد ما شيء يغارتيسا علمتم ادو حبربرتين او من الجوارح كو وح جراحيه كميده حيوانك markaasi lugu ugaarsado sida masalan ba waxa weeye eeyaha iyo dugaagta iyo shimbiraha galeerka iyo dada ku ugaarsado oo wax soo qabtaan wixii markaasi ay qabtaan ee markaasi ruuxda ay ka tagto shuruuda hadda loo sheegayo ay shuruudaas markii laga helo waa la iska qalanaya iyo wama calamtum والسيد ما مركز سو قدر مركز ماذا هو مركز وعوي الله فوقه إيه وما علمتم والسيد ما شيء يغارتيسا علمتم أدو حبربرتين أو من الجوارح كوا وح جوار جراحية كمذا كواسبته من الكبال كلاب والسباع والطير وي انت سوي كلب كلب وحوي من كلبت الكلب على سوقات مركز إيه وما علمتم وح أدو حبربرتين أو يغارتوه أو من الجوارح كوا وح جراحية كمذا وانا تنشروط هذا مكلبين حالتين قوى الدرعي من كلبت الكلب على سوقات اذا ارسلته على السيد مركز اساسا الى مركز وقالت القدر اي كلب وحلو ليه وحوية مركز الله الدرو درمايا اي وما علمتم وسيد ما شيء وقالتيسا علمتم اذو حبربرتين او من الجوارح هو وح كسبة او وح جراحية كمذا مكلبين حالتين قوى الدرعي مكلبين هذا الشرد وايو ايغا امبا حيوان كان كلو اد واخ كو اوغارسنايسي سيدا مارتي حرم عسك ايو ايو غلايرك ايو ماركاد ادو ديرتورتو انو ديرمايو لكن ادون واخ ما او دير حدو هلكاس باهل كو وغا جيدو حيوان كي اوغارسناي او اسو اسكا عيرسدو سو قبسدو ماركا كاس واخ وي وخو سو قبتي حارن وي وها لا شرطيه انا ماركاسي ماركي لا ديرو انو ديرمايو مكلبين او الله سبحانه وتعالى شروطي سناده كو توفيق انا ولا وشي لكن قران كاب لا قات وانتان كيرينا مكلبين حالاتين كو ودرايو الالهي وعاوك بحيسا مركو اصوه اسكو ارداي تعلمون هن حالات بربريسين او الالهي مما كي علمكم الله الله اذن بري او اذابت الصيدك اذابت شيء وحقاره واحدنا انو كلب معلم اويا وارت علم اساس اوفي عني هايو وعالي علمك فضيل دي سيكا متاي ايقا معلم كاه وحي او قبطي حلالي نغدين لكن متك غير معلم كاه ويهو أو قبطي حرامين وذين ساس دراديد أيها قفك وحبرتي إيا قفك كالفرق وين ولحايا مركزون إلهي سبحانه وتعالى تعلمونهن حال أدبر بريسين مما كي علمكم الله الله إذن بري وعلى الرب إيقاس إيا حيوان كاس كالي أما الضيورتي أنه مغير كودي إن مسلم أو حلبره أو ضدك مركزي ربين تيقان إلهي ربيان وي إلهي مركز إلهي سبحانه وتعالى فكلوا عنوا الإلهي مما كي أمسقنا عليكم كركينا يقبطان وأي إذين قبطان وي شيء إذين قبطان ودرستان عنوا له إلهي هدي أي دلان وعاسوا حوايا وإنا نأيو وحكعون إيه شيء هدو قبطا دو وحكعون يو كما جرتا دا أتكتا أسوا وحكعوني أسا نفتي سأقبص هذا حرام وي
oo markaas ruuxna aad ku gaari weysid oo ila ma adkaytumna aysan ahayn marka hadda mid qeyr mu'allamada waxay u gaartaa xalaal ma ahan weeye calaamada markaasina waxay noqonaysaa mashruuda laga fiirinaayo saaru soo sheegney marka dirto waa inuu dirma joog marka tiraado joogso marka tirana waa inuu joogsadaa haddana waxa weeye shayga xayawaanka uu u gaarayo waa inuu qabtaa waxna uusan ka cunin mimma amsagna alaykum wa ilahi waxay idin qabteen alaado wax ka cun asaa qabsada mu yar adiga kuma qaban markaas waayahay haddana waxaa la rabaa arintaanu shardiga afaraad uu yahay in arintaanu dhowr jeer ay ku soo noqoto oo lagu aqoonsado saddex mar ilaa wixii ka siyaada waa inuu sidaas yeelaa saasay noqonaysaa sida xadiis saxiixayn ku sugnayd weeye waxaa kaloo ku sugan xadiis saxiixaynka sayidu sahmi waxa yidhaahaa jira gamuun la genaayo gamuuntan falaaraha oo la haysto oo markaas masalan lagu gelayo ugaarti lagu gelayo haddii la diro wadii ku reesmullaahi calayhi bismillahi raxmaani la yidhaha lagu geno sayidul mucallamkii uu la mid yahay markaa gamuunkii masalan ba waxa weeye waa ku gentay laakiin xayawaanka aad ku dhufatay gamuunkii waa la cararay marka adiina ma soo qaban kartid markuu fogaaday marka aduu gadaalad ka raacday ood ka daba gashay asagoo dhintaad u tagtay gamuunkiina uu ku yaalo waa la qalanayaa isagana ee la dhihi waayo warkaasi meyto waa la dhihi maayo waa la qalanaa isaguna oo sayidkii uu la mid yahay waxaa la yidhaha isagaba sayidu sahmiyaa la yidhaha hadda laakiin meesha tan ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala masalanba wadukira ismullaahi waa noo imaan doontaa waxaynu aan u tegi doonaa suuratul ancaam marka gentaasha la genaa amba xayawaankan la diraayo bisinka in lagu sheego waa sidee sunno weeye hadda sida imaamu shaafici uu qabo imaam malikira kaleentoodna waxay leeyihin waajib waayo maca dikri laakiin insha allahu tacaala si bayaana haddii ilaahay suuradda soo socota uu degi doonaa waa saas weeye maxaa yeele hadda ilaahay wuxuu dhihi doonaa subxaana wa tacaala wadkuruu xusowdha ilaahay ismallaahi ilaahay magiciisa calay korkiisa kuxusa marka aad diraysaan marka hadda dikrigaas oo bisinka ah amarkaas uma amru wujuuba mase waa amru nadbi si xoog le waxaan ugu tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo suuratul ancaam iyo madaahibta culummada waxay ka qabta halkaasaan ku sheegi doonaa waa marka la diraayo ayaa bismillaahi raxmaan raxiim leeyah wattaquu llaha alla ka cabsada udha ilaahay subxaana wa tacaala ina allaha alleh sariicu lxisaabi xisaabkiisa aluhu degdeg badan yahay weye ilaahay subxaana wa tacaala xisaabkiisu waa degdeg badan yahay qiyaamo markii la tago khalaa'iqdan maalin maalmaha adduunya ka mid a nuskeed ayuu ilaahay ku xisaabayaa alyooma maanta udha ilaahay uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey addayibaatu shayaalka dhiibka oo lagu macaansado wadacaamu ladiina kuwii dacaamkoodii ou dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyene xillun xalaal ayay lakum idinka idin yihiin wadacaamukum idinka dacaamkiinuna xillun xalaal ayuu lahum ayaga u yahay hadda ilaahay wuxuu uhi alyooma ayuu dhahay alyoomadan yoonkaanu sidii kii horo oo alyooma yaisa ladiina kafaruu min diinikum kiiyoo kala miya mase waa sidee mase waxay ixtimaalaysaa maalinta ay soo degaysa aayaddaana laga wadaa mase yoonka waxaa laga wadaa zaman oo mudlaqaho uun iska mudlaqu zamana waxaa la yidhi intaba way ixtimaali kartaa laakiin tii hore waxay aheeday xajatulwadaaci maalinta carafay aheeday alyooma maanta uu ilaahay oo hadda mudlaqu zaman zamanka markaas lala khidaabaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa in la cabiraa laga yaaba haa la yidhi uxilla lakum waxaa laydiin xalaaliyey udha ilaahay addayibaatu shayaalka dhiibka ahay waxyaabaha markaasi musaladaadka ah ayaa laydiin xalaaliyey haddana ilaahay wuxuu dhahay wadacaamu ladiina kuwii dacaamkooda uutul kitaaba kitaabka la siiyey waxaa laga wadaa dabaa'ixul yahuudi wannasaara yahuud iyo nasaara wixii gowracena laga wadaa laakiin waxaa shardi ah waxa annaga sharcigeenna xalaasha ku ah in lagu gowraco ilaahay magiciisa magacaan ahayn waa inaan lagu sheegin dabaa'ixdooda marka waa la cunaayaa diinta yahuudiyaba ha bedelaano nasraaniyada ha ku bedelaano ama nasaaradu diinteedana bedesha diinta yahuudiya ha qaadatay weye imaam malik saasuu qabaa laakiin shardi waxa uu leeyahy maaragtay imaamu shaafici waa inaan wax la yidhaha taqayur iyo tabdiil aysan dhicin oo ninka yahuudiga ah hadduu yahuudiyadina ka baxee oo nasaarada uu kristaan noqdo dabiixadiisu xalaal xaaraan xaaraan waa uu leeyahy haddii maaragtay kii oo masiixiga ay masiixiyadii ka baxu yahuudiyada galana isaguna lamid waa uu leeyahy wadacaamu ladiina kuwii dacaamkooda udha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey xillun xalaal ayay lakum idinka idin yihiin laakiin hadda marka saas leeyahay waa markii annaga sharcigeena lagu gowraco waxaa laga yaabaa dad oo maaragtay gaalada asadda dhex tegay
inay waxyaabo oo markaasi iska gasacadaysan oo hilbaaho gaaladaas ayadu ay sameeyeen inay iska cunayaan oo ahlul kitaab aayadan ay u maleeyaan saas laa way gaaladu hadda maanta sida anaga sharcigeenu yahay wax kuma gowracayso oo haddii masalan bagaalkii ay wixii yihiin mawquudadii oo kale inoo neefki oo tumaayo oo saas ku dilaayo ama saas wax ku waxay hayo ama si qeyru sharciya oo ku gowracayo docda iyo markaas wax uga dhufahayo ama madaxa markaasi wax weeye wax uga dhufahayo waxyaabaha soo kaanto ama uu sumayhayo ee saas uu ku dilayo sida hadda ku dhaqmaan xaaraan weeye markaas marka la leeyahay waxa ay gowraceen dabaaxdooda xalaala waa markay sida annagu aan wax u gowracaynay u gowracaan haddana magac ilaahay magacaan ahayn aysan ku sheegin hadday magac ilaahay magac kale ay ku sheegaan waa tan soo maraynayo magac ilaahay ayaa qaalib noqonaya la yidhi laakiin waa sida annagu dabxigeenu yahay inay ku gowracaan shardiya hadday laakiin ayagu sida ayagu ay doonayaan u sameeyaan xalaal noo noqon mayso wadacaamukum idinka dacaamkiinuna ayuu dhe ilaahay xillun xalaal ayuu lahum ayaga u yahay taasa hadda muqaabal looga dhigaya hadda annaga dacaamkeenu ayagu waaba isaga xalaal annagu dad muslimiin ahayo dacaamkeenu waxa weeye idcaamukum iyaahum bimacnaa xillun lahum weye oo ayaga sharcigooda uga loogama xarimin laga dhihi a laga wadi kara haa layidhi annagana wax nagama xarimna inaanu quudinno oonu siino dabaa'ixdeena oo xoolo xoolahayna ahoo aan gowracnay inaan nimankaas markaasi aan siino amaan ka iibsanno waa noo banaanta ilaahay waxaa kaloo laydiin xalaaliyo u dhahay wa uxilla lakum soo qadira waxaa kaloo laydiin xalilay almuxsanaatu kuwa maaragtaya almuxsanaatu kuwa xurta ah oo min almu'minaati haweenka mu'minaadka ah kamida iyo walmuxsanaatu kuwa xurka ah oo min aladiina kuwa kamida uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiina haddii kale qabarka kasoo qadir walmuxsanaatu min hadda walmuxsanaatu min almu'minaati hadda ilaahay leeyahay haweenka mu'miniinta inay noo xalaal yihiin horaa ilaahay usoo sheeg marka maxaa meeshaan loo keenay waxaa markaasi lagu sii cadfayaa walmuxsanaatu min aladiina uutul kitaabadaas weeye waxaa laydiin xallo u dhi ilaahay almuxsanaatu muxsanaatku alxaraa'ir weeye kuwa xurta ah oo min almu'minaati haweenka mu'minaadkaa kamida iyo walmuxsanaatu kuwa xurta ah oo min aladiina kuwa kamida uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiina xillun lakum xalaalo idinhi inaad guursatiin waase goormay idaa aataytumuhunna markaad siisaan ujuurahunna mahariyaalkooda idaa aataytumuhunna ujuurahunna maxaa yeele maharku waxa laakiin ku waajibayaa markii naagta la dukhuulo idaa aataytumuhunna markaad siisaan ujuurahunna mahariyaalkooda ama mudalaga qabla dukhuul hadday tahay mahar kasta loo sheegay oo lagu sheegay maaragtay caqadka nusaa u waajibaya muxsiniina xaalaatiin kuwa guursanaya ui ilaahay muxsiniina xaalaatiin kuwa guursanaya oo markaan waxaa la rabaa naagahaas in la guursanayo kayra musaafixiina kuwa biyadaadinaya kayrkood xaalaatiin oo aan ka sinaysanayn zina idinkuguma banaana naagaha gaalada laakiin guurkaas haddii masalan mashruuda badan la helay idinkugu banaan yihiin walaa mutakhidii akhdaanin waday hoosaad kuwa yeelanaya kayrkood xaala yihiin oo naagahan waxaa la rabaa inaysan akhdaan lahayn waxaa weeye dad ka zinaysta oo si sira oo hoose hoose uga zinaysta zinada carabta waxay aheeda laba qeybood ahaa jirta carabtaa zinada ku badneeday marka akhdaantu waa jamcu khadan weeye khaliil wa saaxibaa la yidhaah alladii yasnii bilmar'ati siran waa mid naagta si hoose hoose uga zinaysta walaa mutakhidii akhdaanin waday hoosaad kuwa le kayrkood xaal yihiin oysan saaxiib hoosoo ka zinaysa aysan lahayn waman yakfur ruuxuu kufriyo ui ilaahay biliimaani iimaanka ku kufriya macnaha waxa weeye qofkii ridaabo weeye waman yakfur ruuxuu kufriya biliimaani iimaanka ku kufriya ui ilaahay faqad xaqiiqee xabida camaluhu camalkiisa waa buray camalkiisa saalixa ahay waa buray markaas kabaxba laga soo qaadi maayo lagmala sawaabi maayo waa ridaabay faqad xaqiiqee xabida camaluhu camalkiisa waa buray ui ilaahay camalkiisa saalix ahay ay wa sayi-aa la yidhi in caada lilislaam weeye mid kasta waa buraa leeyahay marka hadduu islaamku usoo noqdo fawcaluu caada lilislaami falaa ciqaaba calayh hadduu islaamku usoo noqdo midkii sayi-ah lagu ciqaabi maayo sabuuna kama helaayo midkii saalixay weeye qofka murtadka ah salaada ma soo qalayna iyo soomka iyo zakada waa la isku khilaafa taas aimada shaaficiyada waxay qabaan markaas inuu soo qalaynaayo laakiin culimo qaarkood waxay leeyihin ma soo qalay maayo oo aayadda daahirkeeda loo qaadanayaa waman yakfur ruuxu kufriya ui ilaahay biliimaani iimaanka ku kufriya faqad xaqiiqee xabida camaluhu camalkiisa waa buray
وهو يسون في الآخرة آخرة نحذاذا من الخاسرين هو خساري أيو كمية وهو يسون في الآخرة آخرة نحذاذا من الخاسرين هو خساره كمية هاي هذه سلاس أو كل إنتو نار مؤبدة أيو كجرايا كعشر كين أنت سوق أجي هاي الله سبحانه وتعالى علم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم.